محمد حسام السعودية، الأخ محمد. السلام عليكم أستاذ زياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد، بارك الله فيك، تفضل. الله يبارك فيك أستاذ زياد. أنا حلمت حلم من كم يوم إنه الوالد، أنا بغرفة والدنيا ليل وعندي ثلاجة بالغرفة هذه، وحلمت إنه الوالد لابس ثوب وجاييني على الثلاجة تبعتي، يعني أنا عارف إنه بالنوم إنه هذه الثلاجة بتخصني أنا. نعم. فجاي على ثلاجتي وفتحها وشكله كان تعبان، يعني جاي على الثلاجة، أنا اللي فهمته إنه جاي يأكل أو يشرب. والوالد متوفي يعني من فترة. الله يرحمه يا رب. تسلم يا رب. وبعدين؟ بس هذا الحلم يعني، وطبعا أنا صحيت وكنت جنبه بس وصحيت من النوم، يعني هو ما مد يده، فأنا ما عرفت هو جاي ياخذ من حسناتي ولا محتاج مني أعطيه حسنات. هو لا، هي حسنات في النهاية، أو هو والدك كان مقصر في شيء معين أول شيء، يعني الله يرحمه، في صلاة أو صلاة رحم أو شيء؟ لا، صلاة رحم كان ممتاز فيها ما شاء الله، ممكن عبادات، بعض العبادات. بعض العبادات ايوه، الله يهدي العباد جميعا. ثلاجتي انا يعني. الثلاجه هي ما يحفظ فيها لاستخدامه فيما بعد، فانظر ما انت تنوي. اذا كنت انت محتفظ في مال مخزون او في اشياء للمستقبل، كانك ناوي مثلا تعتمر عمره بعد 6 شهور او سنه، او تحج حج بعد سنه او 6 شهور، فاذا كنت محتفظ في شيء لتقوم فيه فيما بعد ليعود عليك بالحسنات والثواب، فشارك اباك فيه، شارك أباك فيه. فإذا رحت للعمرة ادعو له بالعمرة، وإذا رحت للحج ادعي له بالحج. وانت في السعودية يعني قريبة منكم ما شاء الله. وإذا أخرجت مالا للزكاة فأستغفر العظيم الصدقة، فأخرج شيئا قليلا عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك تتوازن الكفة بينك وبينه وتكون بارا فيه حتى بعد موته هذا، والله العليم الحكيم.